شوف الطاقة الطبيعية مع الطعام الكافي والنوم، من جد والله النوم العميق، النوم النوم العميق قليل، ننام نوم عميق هنا ما في نوم عميق. تنام إذا دخلت في إذا دخلت في عز الله حي، فهمت؟ إذا دخلت في عز النومة وش يطلع لك؟ يطلع لك راون، لا حتى أصوات يطلع لك حقي الإعداد، استريح استريح، مجرد إنه ممكن في صوت الوحيد اللي ملتزم بالقوانين. ونعم أحلى أمس تقول له أنت ملتزم بالقوانين، لا قوانين الفقرة حقت سلمان. فقرة قوانين فقرة يعني إيش قوانين؟ في فرق بين قوانين يعني ما هي قوانين، لا فرق بين يعني ما هي قوانين. تقول لي فقرة سلمان هذه ما هي قانون، صلى على النبي. فرق بين قوانين برنامج، قوانين برنامج وقوانين الفقرة يعني ما هي قوانين البرنامج، لا هذه تخص الفقرة. راجع فهمك، فهمت؟ انت فهمت يعني قانون البرنامج انك تحضر الفقرة هذا شيء اساسي، لكن قانون الفقرة نفسه انك تحضر باللبس. اذا ما حضرت باللبس يعني ايش؟ عادي خليت بالفقرة مو بالبرنامج. ايه ايش انت خليت بالفقره اللي اساسيه بالبرنامج. ابشر ابشر بس مو شيء اساسي. خليك انت صح. لا والله انت الصح، يمكن انت الصح خلاص. لا دائما صح، كنا في موضوع هادي يعني. دائما صح. هو انا جيت وقال كذا ابشر بس. لا بس نرجع للمحور، ارجع نرجع محور. اقول لك فيها في غزوه الله، في غزوه الخندق تكلم عن الشجاعه، وانت تتكلم عن الشجاعه قبل شيء. في غزوه الخندق هو تكلم عن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم والصحابة يوم الحرب كانوا مجموعة النساء موجودين في زي الغار أو زي الخندق زي كذا الصغير أو حاجة زي كذا. كانوا خلف صفوف الرجال. ها أي نعم، كانوا خلف صفوف الرجال. كان معهم مين؟ حسان بن ثابت. الله الله. وكانت معهم واحدة من أشجع نساء العرب ونساء الصحابة ونساء الكون يعني يعتبر، اللي هي صفية بنت عبد المطلب. الله أكبر. يوم أثناء هم متواجدين رضوان الله، أي كان في يعني كان زي ما تقول زي الفتحة من الخندق هذا يرون فيه الخارجين برا. فمر واحد من اليهود كان يعني بخيله برا أو كان يعني يمر حول هو ما قد راهم. جت صفية عند حسان تقول له يعني اذهب او اخرج واقتله عشان ما يعني يحس فينا ويرانا وبعدين يجيب له عدد او يجيب له مدد ثم يجون يقتلونا كلنا. فيقول له حسان بن ثابت ما اهتيني بشجاع يا ابنه عبد المطلب. فاخذت حزت الكلمه في خاطرها، فاخذت الخمار حقها وشدت في راسه واخذت الرمح اللي موجود وظهرت خرجت من الخندق. الحين خلاص هي الان في موقف البطوله، موقف الشجاعه. فخرجت فضربت على راسه وقتلته واخذت الخيل فكته يعني خلته يذهب وسحبته الى عندهم الى عند الخندق عشان ما يحسون بالاثر او انهم ما يفقدونها اليهود. ودخلت يوم رجع فيعني مدحها، وفي نفس الوقت هي كانت خاصم يعني حسان تعاتبه يعني اتاب قال والله ما يعني ما عهدت نفسي بشجاع يا ابنه عبد المطلب، لكن انت كم من الشجاعه. وكان يعني يثني عليها صفيه رضي الله عنها. هذا الموقف اللي جاء في بالي. هي حقت حمزه عمه الرسول. اي عمه الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. شوف العرب الشجاعه هذا من الامور الاساسيه. نعم عرفت الشجاعه. مضر كانت تسود الشجاع أو تسيد الشجاع. عرفت من قصص الشجاع. أرحب أسلم. أرحب. السلام عليكم. هارد لك الشجاعة لكن سويها كنترول، سوها بالضبط ولا سوها ولا طالع. ليش مريت وراه وقعدت تصايح يا كنترول وخفت إعداداته؟ جاء ما راح تمام. تصدق والله ليش ما استخدمت هذا السلاح في صالحي؟ انا متعود عادي. والله كان لخبطه، والله اني في نص اللعب نسيت من نفسي. انسى لا انسى. شوف صوت السبيكر راح اسكت نسيت. حسبني في البيت. الله انك قهرتني. احس انه يلعب ربع مستواه كان يا مني. الله انك قهرتني والله انك مبدع، بدعت.
5000 تكفى تكفى يا ابو عثمان 5000 ريالي فرط ريالي يقول 5000 ريالي ينطح ريالي ريال ريال ما بيار رصيدي ريال 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 يلا ان شاء الله باذن الله اسمي يطلع الاسبوع الجاي ولا اللي بعده وبشر بالعوض يا ابو سيد في البوليفارد لمده 3 ايام يا ودي ابو بوليفارد والله لو اني بشتري لي محل هناك ابي تلخ 5000 والله بيطلع بوليفارد بتزوج فيها بفتح فيها مشروع 5000 بشتري بشتري سياره ايش وال ملوكسيسي لا لا السفينه اللي كنا بنشتريها انا واف القارب بشتري لي قارب في مصر باقي انتم تنامون مخطط اثنين مسافر بها خلاص مخططات على طول المخططات اللي عندنا في القريه احنا صنفنا الاماكن كان ابو عثمان ما قد عطتنا المخطط عندك انت المهندس المعماري حق لا بالنسبه للمخطط اللي خطط اللي خطط القريه هو اللي خطط القريه الغرف النوم الاساسيه مخطط رقم كم واحد هذا على الدائره هو مخطط واحد نعم الدائره العام حزام هذا الحزام نعم اللي ينامون في كوفي روم مخطط كم اثنين مخطط اثنين النومين ثلاثه نومنيه ثلاث مخطط ثلاث نعم بس مهجور مخطط أربعة عليه إزال مخطط أربعة نموذجي مخطط النموذجي ليه؟ النموذجي ليه؟ قريب من المسجد لأنه في إدارة السوق قريب من المسجد في إدارة السوق قريب من المحلات شوف شوف هو أغلى 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 مكان أغلى مكان طبعا بلا شك كم شريت المخطط؟ شوف لأنه على شوارع تجارية تجاري هو شوف سكني تجاري الواجهة تجارية لكن المخطط البلوكتين اللي في الخلف سكنية راقي حي راقي جدا اللي هو إدارة السوق إيه إدارة السوق مخطط رقم كم أربعة وغالبية اللي فيه ما شاء الله دكاترة طيب مخطط اثنين إيش رأيك فيه مخطط اثنين شعبي ليه ما اسمح لا لا ما اسمح له والله ما اسمح له الصرف الطرق اتحداك والله ما تحصل كهرباء مو كهرباء شيء ايش يسمونه هذيك الانترنت ما هو الياف عندكم هالياك وضعكم خطير ترى عليه زال عليه زال ورئيس البلديه قد وقف عليه بس عرفت تعب الخشوم والله عندي عندي الملف طيب المخطط اللي ورا الكبير اللي فيه ساحه الابداع سبعه سبعه مخطط سبعه ذاك ليه سبعه الغالب لا تغمز لي حبيبي ساحة الإبداع مخطط سبعة مخطط سبعة طيب مخطط بالنسبة سبعة سبعة بس بيع فيها عرفت بروكات وكذا يعني ما هو ما لا لا ما نهض الحي ها ما نهض الحي هناك لا ما نهض طيب بالنسبة لي من جهة مجلس الشيبان مخطط اللي احنا فيه الحين مخطط رقم كم هذا طال عمرك هذا مركز ثمانية ثمانية هنا مخطط ثمانية مع الكنترول وانت طالع والدعس كيف الحي ذا الحي هذا والله غالبية مولات عرفت ويعني سكن طلاب وكذا ومولات لا ويربط ترى تجاري ميزة مخطط ثمانية يربط حزام الظهر مولات وكذا نواف نواف شعبي أسواق شعبية إبراهيم مخطط ثمانية في ميزة أنه يربط بخط حزام بينه وبين مخطط واحد أيوة في حزام شوف شوف دائري هو يربط بينه القرية دائري نعم دائري عرفت تاخذ الدائري تكمل الفرع على المول بس شوف ترى المرابح انا بعت شريت بعت بكل 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 حب نودع تركي مشبع اهلكني اهلكني اهلك اغراضي اهلك اغراضي بالله اهلك اي شيء بعض الاحيان اقول هذا شفت اللي يقول لك اهلك ممتلكاتي اهلك ممتلكاتي الحمد لله ان ما في اي احد نفس مقاسي اللهم لك لان الشرها كانت من زد 13 شرها ايش شرها شرها ليه؟ شرها بتقع لا ليه؟ قال الشرها بتقع ايش معنى باقي اسمع ابن يا اخي شوف شوف باقي واحد ما دي ما بس ما اصبر 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 علي نفرح شوف 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 مين يقول والله يا امس واحد فتح دولاب تركي مشبب قدامي قال ما شاء الله يا ملابس سمح لها قلت والله ولا واحد منها حلا كسب وهو بكسب لا عيني عينك ولا عيني عين انت فجاه في جالس في لوكيشن زي احنا جالسين الحين نسولف عن مخططات وذا فجاه يجي جنبك لابس لبسك تنظر فيه والله هذا انا والله ما ذا بلبسك لا شوف سروال حاتم البلوفر حق والله حقي بلوفر حق البلوفر طيب يا اخوات والله انا تستحق تحيه دفداكم اول مره بلبس بلوفر له لا لا ترى شيء ترى ذا مهمك ما اشوف حتى ضيق لكن شوف يا ابو سعيد اعتبر يا ابو سعيد شعرك بحكم انك
حكم انك فتحت موضوع المخططات كذا شريت شريت على خير على خير تسمح لي يا لبيك يا ابو شريت لا ما اسمح خلاص تفضل عندك ايوه ما تفضل بعت يقول سوق الذهب يا كم شرينا وبعنا بعنا كل شيء بالقصيده سوق الذهب يا كم شرينا وبعنا ايقه ايش فيه ونحن كتبنا من الجزال وشبعنا ونحن لو كان ما حنا الجبال السحيقة يقول لنا الذهب بين ويعرف بريقة سوق الذهب ياكم شرينا وبعنا من قبل الدرب الشعر تعرف طريقة نحن كتبنا من الجزال وشبعنا ونحن سبحنا في البحور العميقة ونحن مشينا في الحياة وقطعنا لو كان ما حنا الجبال السحيقة منت على الجرة تجي تتبعنا يا نافخين الكيل شبت حريقة بصدوركم من حسد يوم ارتفعنا حملت نفسك فوق ما لا تطيقه منت منزلنا وربي رفعنا فان كانك من اهل الوجيه الطليقه دعنا من هروج السخافات دعنا وان كان بوم من امس نسمع نعيقه دي عادتك منت مزود وجعنا سلمى جاكم